قوليلي بقى مشاعرك وانتي على خشبة المسرح. عفاف راضي كانت خايفة؟ طبعا لسه في خوف برغم يعني كل التاريخ ده؟ أكيد طبعا، مقابلة الناس وحب الناس ليكي بيخليكي حاسة برضو ان انتي لازم عايزة تدي أكتر، وعندك يعني خوف وقلق. قوليلي أول ما طلعتي على المسرح وأنا عارفة إن كان في ترحاب جماهيري رهيب، ويعني اشتياق جماهيري رهيب، قوليلي إيه مشاعر عفاف راضي وهي بتشوف بتحتضن الجمهور مرة تانية؟ طبعًا مشاعر جميلة، وطبعًا يعني ساعات ألوم نفسي إن أنا بعدت شوية، وحبهم ليا امبارح ده كان يعني شيء جميل جدًا أثر فيا يعني بشكل كبير أوي. حسيتي الناس فاكرة الأغاني، فاكرة عطاشة، فاكرة كل الأغاني الحلوة اللي انتي بتغنيها؟ طبعا حسوها وكانوا بيطالبوني بيها، عطاشة، طب وحدي، طب ردوا سلام، يعني هم حافظين كل الحاجات دي. حافظين كل حاجة برغم ان مرت سنوات كتيرة على هذه الأغنيات، فحاسة انه حتى الأجيال الجديدة بتسمع عفاف راضي؟ طبعا ده وده ملحوظ لما بتفتحي بقى اليوتيوب وتشوفي الاغاني دي وتشوفي التعليقات، بتلاقي ان في ناس كتير جدا بتسمع الفن اللي فيه اصاله وفي رقي يعني، وفي شباب صغيرين وفي كبار يعني، لا طالما موجود بيتذاع للناس فالناس بتتفاعل معايا.